طيب خلونا بقى نروح لحفل غنائي أقيم مؤخرا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة للمطربة آية عبد الله نجمة الأوبرا المصرية. نتابع معاكم جانب من اللي حصل من خلال هذا التقرير، اتفضل. الحمد لله، عايزه اقول لك انا اتفاجئت بالحضور ده كله النهارده في النادي، وان هم على كل السوشيال ميديا والجروبات قد ايه كانوا مستنيين وجودي في الحفله. فدي حاجه بسطتني جدا من اول اصلا ما الاعلان بتاع الحفله نزل والدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا. الحمد لله، دي نعمه وفضل كبير من ربنا. دعوات مامتي وبابايا كمان كانوا سبب كبير قوي في انه يعني يحصل حضور كبير قوي كده النهارده. انا شايفه من ساعه ما جيت ناس كتير قوي حاضره، ناس كتيره مستنيه الحفله، فده اكيد شيء بيفرحني يعني. والله في جمهور كتير ومحبين للفن، النادي الاهلي طبعا جمهوره جميل وكده، وهي مش جديده على النادي الاهلي وجمهوره، ومقدمه اغاني كويسه، ام كلثوم وعبد الحليم واغنيه بتاعتها. النادي عمل الحفله بمناسبه ثلاث مناسبات، بمناسبه اكتوبر، وبمناسبه المولد النبي، والذكرى يعني ايه الحفله السنويه بتاعت النادي الاهلي. انا انبسطت قوي النهارده بجد، اصلا هو الجو بدا يتحسن، فالحفله كمان خلتنا احنا مبسوطين اكتر، وكان ويك اند يعني حلو قوي مع النادي بصراحه. يعني انا دايما ببسط هنا. احلى حاجه ان بقينا هنا في النادي بنعمل حفلات كتير، وفي كل مناسبه برضو ليها حفله بتاعتها فولد النبي. ودلوقتي لا، الحفله جميله جدا ومجهودات النادي باينه في الحفله، ونتمنى يعني ان دايما يبقى في حفلات يعني الاعضاء وخدمه الاعضاء، مش كل الاهتمام مثلا بالانشطه، يبقى الاهتمام بالاعضاء. يعني فعاليات ونشاطات متعدده دايما بتعملها اللجان المختلفه في النادي الاهلي، كل التقدير ليهم الحقيقه، عاملين شغل ممتاز وعلى كل الاصعده ولكل الفئات العمريه، حاجه جميله كالعاده.